بسم الله الرحمن الرحيم. أقام اتحاد الطلبة المسلمين في جامعة مانيتوبا بازار حول العديد من المنتوجات التي تم عرضها في قاعة الكوميونيتي سنتر أو ما يسمى بالنادي الاجتماعي القريبة من الجامعة على 666 سيلفر ستون. زي ما احنا شايفين هذا المكان اللي احنا فيه، وحندخل عشان نوريكم اياه من الداخل.